في أول تعليق لعبد القادر عمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بعد الإعلان عن إصابتي بفيروس كورونا، أكد بأنه الحمد لله الأمور بخير، سنبقى أنا وزوجتي وابني ياسين في البيت مدة 14 يوما وسأمارس مهامي عن بعد، شكرا لسؤالكم ولدعواتكم. وقدم عمارة في تدوين على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن شكرا لكل المتصلين للإطمئنان عن صحتي، لم أستطع الإجابة عن كل المكالمات والرد على كل الرسائل رغم رغبتي في ذلك. وجاء في بلاغ للوزارة بأن وزير التجهيز والنقل عبد القادر عمارة بعد عودته من مهام رسمية بدول أوروبية وإحساسه بتعب غير عادي مصحوب بآلام في الرأس، تقدم إلى المصالح الطبية حيث أجريت له الفحوصات والاختبارات الضرورية التي أكدت تعرضه للإصابة بفيروس كورونا 19 المستجد. وأوردت بأنه اعتبارا لكون الأعراض التي ظهرت على الوزير بسيطة ولا تدعو للقلق وامتثال لتعليمات الأطباء، فوزير التجهيز يلازم بيته لمدة 14 يوما ويمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح الاشتغال عن بعد مع أخذ كل الاحتياطات الصحية اللازمة وفقا لتعليمات وزارة الصحة. ما تنساوش تكليكوا على الاشتراك على قناة صحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.